مين بيكون الشخص اللي موجود ورا موت بنته لخضر؟ ما قصدي مين اللي نفذ، قصدي مين عطى الأوامر. لنفرض إنه بعرف جواب هذا السؤال بالتفصيل أو بقدر لاقيه، ممكن أنت تعملي أي شيء من شاني؟ من شانك أنت ما بعمل شيء، بس من شان خضر أكيد بعمل. شو المطلوب؟ قلتلك أخي بده ياني يكون نظيف، بده يزوجني ليصير عندي ولاد وعيلة، يعني شغلات مملة. أنا فكرت شو اللي بيخليني إني ما مل، خطر ببالي شغلة واحدة. قول شو اللي خطر ببالك؟ سمعت إنه خضر عنده طاولة وإنهم عم يعملوا تجارة عليها، وأنت بتعرفي إنه أوروبا وإفريقيا من اختصاصي أنا. إيه بعرف. إذا بقعد على هديك الطاولة بيصير مثل ما قال أخي، يعني بضل نظيف وما بشعر بالملل، شو رأيك؟ هالشي ممكن حققه مشانك إذا كانت معلوماتك صحيحة. المعلومة اللي رح أقولها أكيد صحيحة، كوني واثقة فيني. ايه قبل ما انسى، سمعت انه في على طاولة خضر كرسيين فاضيين وما حدا قاعد عليهم، والصديق يلي رح يعطينا هالمعلومة بحب كمان يقعد هنيك، بالنتيجة رح يصير هو عدو الخضر. طلب يقعد على هديك الطاولة برأيي حقه. مين بيكون رفيقك هاد؟ زكي ما؟ لا، يشار. يشار؟ يشار الوحيد. إذا بتقولي عندي يشار الوحيد فخضر بيعرفه، وخضر إذا بيروح لعند يشار اثنيناتنا رح نعتبر حالنا قعدنا على الطاولة. اتفقنا هيك؟ بإمكاني أقول لك هذا الشيء إذا بتعطي خضر معلومة صحيحة بتقعد على الطاولة. جيلان، فيني أقول لك شغلة؟ قول عزيزي تيو. قبل شوي لو طلبت منك تتزوجيني عن جد كنتي رح تقبلي طلبي؟ ايه اكيد. كرمال خضر؟ قلتلك ما في شي ما بعمله مشان خضر. بالمرة الجاية بس تجي، الا ما يجي نار وتطلبي مني شي تاني جيلان. الياس، ما في حدا غيرك هلأ نسأله شي بنوب؟ سؤالي هو، الرئيس رجع معنا؟ هو رح يقعد على الطاولة؟ يعني لساته الزعيم؟ أعمالنا رح تستمر على هاي الحالة؟ بهالفترة ما في شغل بنوب، أخي ثروت نحن انتهينا. عم تفهمها؟ ما عم تفهموا هالشي؟ الجماعة طالعوا قلبنا من محله، طول ما نحن بهالحالة وما منعرف مين